خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا كان نفسي اكلم حضرتك جدا من زمان وليا الشرف ان انا اكلمك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اتعرف بيكي؟ هدى. كم سنه هدى؟ 25. مرتبطه؟ كنت مخطوبه ولسه سايبه من 10 ايام. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ هو اول الخطوبه كان تمام وكان كويس جدا، مره واحده اتجه لي الشرب، فانا لاحظتها عليه، حذرته كذا مره، قلت له انت كده هتضيع حياتك وهتضيع مستقبلك وانت لسه في اول الطريق. فانا كاني ما كنتش بتكلم، فلما جيت اشتكيت طبعا لاهله، قال لي ده زي نزوه، هو مش بيشرب ولا اي حاجه. هو بيشرب خمره يعني؟ كان بيقول لي بيره. بس طبعا يعني هي طبعا البيره مش هتعمل معاه كده. انت بتلاقيه سكران قوي وهو بيكلمك؟ انا شفت بعيني، انا كنت معاه وشارب كده قدامي وقال لي لا انا ما كنتش بشرب حاجه يعني. فقلت له انا مش هكدب عيني، انا شفتك. يعني ايه كنت معاه وشرب؟ يعني كنت معاه في مكان وهو خد جنب كده وشرب؟ لا حضرتك، احنا كنا رايحين نجيب العفش بتاع شقتنا. كنت انا وبنت اخته، مره واحده سابنا ونزل وراح شرب، فتح شنطه العربيه لقينا بيشرب حاجه. فانا لما واجهته بعديها قال لي لا انا مش بشرب حاجه، وطبعا كانت عينه حمراء وكان باين عليه جدا. فقلت له لا انا مش هكدب عينيا. وحصل مشكله مع اهلي، هو اصلا قريبي ابن عمي. حصل مشاكل طبعا مع بابايا ومع باباه، وقعدنا وتراضينا ووعدني ان هو مش هيشرب تاني، وهو فعلا ما شربش. الكلام ده فتح لي 6 شهور. رجعنا وبعد كده لقيته بقى بيتلكك، نزول لا ومش ما تنزليش، لا وما تروحيش حتى مع والدتي. يمكن عشان انت شردتي عليه فقال لك انا كمان اشرط عليها. هو انا ما شردتش عليه، هو انا قلت له يعني انت لسه في بدايه حياتك، ما ينفعش ان انت تدمر نفسك، انت كده بتدمر نفسك وكده مش هينفع. فوعدني ووعد مامته اللي هو مش هيشرب، وفعلا هو ما شربش. فبعد كده بقى لقيت تلكيك، لا ما تنزليش، ما تروحيش، خليكي دايما في البيت، يبقى رجلك على رجلي. هو من نوع ان هو غيور جدا، طبعا انا الغيره دي بتقتلني. فانا قلت له انا دلوقتي انا بنزل مع والدتي، يعني انا مش بنزل لوحدي. قال لي لا ما فيش نزول خالص. وحصل طبعا مشاكل، طبعا انا رحت اشتكيت لان انت كده خانقني، انا عارفه ان هي يعني هو بيغير، بس الغيره يا اسامه اللي هي بتخنق. فانا قلت له كذا مره ما ينفعش، انا طبعا في حكم والدي، انا لسه في بيت اهلي. طبعا زعل من الكلمه ديت. بعديها بقى على اسهل الاسباب بقى اللي هو لا انت دلوقتي هتبقي رايحه بيتي، ما ينفعش، لازم تتعودي على طبعي من دلوقتي. انا قعدت معاه سنه. فاحنا لسه سايبين بعض، فاللي هو تلكيك يقول لي لا انت بتدخلي اهلك ومش بتدخلي اهلك. قلت له طب ما هو طبيعي، يعني انا لازم ادخل اهلي، انا ماليش غيرهم. لما لقيت ان انت بتعمل حاجه غلط ومحذرك من الغلط ده انت بتكرره، فطبيعي الاهل لازم يتدخلوا. وسيبنا بعض على كده، وقال لي خلاص الموضوع بالنسبه لي منهي. فقلت له انا ليه اب يترد عليه؟ وخلص الموضوع بقى. وبابايا كلمه قال له هو انت قلت لها كده؟ قال له اه الموضوع معايا. فقال له خلاص الكلام مع باباك ومامتك. قال له انا اللي هتجوز مش بابايا ومامتي. يعني هو بيتكلم كده ان احنا ولاد عم. يعني لو حد غريب كان خلاص نهى الموضوع من غير تفاهم ومن غير ما يتكلم ومن غير اي حاجه. فطبعا بابا كلم اخته وكلم والدته وقال لهم خلاص الموضوع بالنسبه لي منهي، طالما ابنك هو اللي عايز كده. حتى مامته تقول له يعني ما فيش رجوع، ما فيش امل ان هم يرجعوا. فوالدي قال لهم لا، ابنك هو اللي مش عايز وهو اللي رفض. فطبعا بعديها هو كان ما عملتلوش بلوك ولا اي حاجه، كان بيدخل يشوف الاستوريات بتاعتي. فانا بصراحه انا من نوع انا كنت بحب اضايقه، يعني اخرج وكل حاجه وانزل، ما انت واحد انت عايش حياتك، بتخرج وبتبقى مع اصحابك. طب ليه دخلتوا في حدوت التحدي كده بينكم وبين بعض؟ ما هو بصراحه هو اللي وصلني لكده. يعني انا بقول له انا لو كذبت مره هعيش طول عمري في بيتك كدابه، يعني انا خليني ابني حياتي معاك على الصراحه. ان انا ما اعملش حاجه من وراك. طبعا شك فيا لما انا قلت له الكلمه ديت. قلت له انا خارجه من بيت اصول، وبابا مودي معلمني على الاصول وكل حاجه، ما تخلينيش ان انا اكذب، هعيش طول عمري في بيت اكذب. وانا كان قدامي ان انا كان فرحي خلاص في العيد، فهد كل حاجه في ثانيه. فطبعا انا اهلي هنا معندين. اعتقد طبعا والدك كده خلاص قفل الباب بقى، يعني والدي ووالدتي، لان الموضوع كرامه دلوقتي يعني. بالظبط. فطبعا هو دلوقتي عاوزني انا اللي احل الموضوع، هو رجع اللي هو يكلمني، حتى انا ما رضيتش اقول لهم. بص يا بنت الناس، اجيب لك من الاخر
اتفضل. اللي هد الحيطه يبنيها. هو حضرتك مصمم ان انا اللي هديت؟ لا لا, لا. انا اللي حكيت لوالدي. معلش لا, مين اللي قال لك انا خلاص ما يلزمنيش؟ هو خلاص يا بابا, اللي هد الحيطه يبنيها. لو انت اللي بنيتيها هيطلع فوقيها زي القرد ويقف يتنطط. تمام. واضحه ولا عيدها بشكل تاني؟ لا واضحه. واضحه جدا. لو انت اللي بنيتي الحيطه هيطلع يقف فوقيها زي القرد ويتنطط خلاص, انما اللي هدها يبنيها. هو اللي غلط هو اللي يصلح. بس لو انت قبل التصليح ده, لو انت قبل الرجوع بالشكل ده, انما لو انت مش قبل الرجوع على نفس العادات ونفس الشكل ونفس الموضوع, يبقى لا تخشي في متاهه ولا تقولي له ابني الحيطه ولا تقولي له صلح ولا تقولي له اعمل حاجه. انما اللي غلط هو اللي بيصلح غلطته, ما بقاش انا غلطان وايه اجيبها فيكي. يعني ده حتى في مثل بلدي بيقول كلام كده, يعني ما يصحش, مش هقدر اقول المثل على الهوا, ولكن ما ينفعش يلهيكي كده ويقول لك لا انت اللي غلطتي ويجيبها فيكي بس كده, عشان كلام اكتر من كده مش هيبقى لطيف.